الله يسلمك. طيب انا الحقيقة ما كانش فيه ترتيب لكلمة النهاردة، مفيش ترتيب لكلمة النهاردة الحقيقة، لكن ما كانش ممكن ابدا، اسمحوا لي يعني من فضلكم، ان احنا في نهاية الاحتفالات بتخرج الكليات العسكرية وكلية الشرطة، ان انا اتوجه للجميع بالتحية والتقدير. انا بتكلم على الاسر اللي ذكرهم مدير الكلية الحربية وقال ان هم سهروا على اولادهم وده كان حلمهم، وبعدين جم قدموهم او بيقدموهم الان لمصر. فانا بتوجه لهم جميعا بكل التحية والتقدير والاحترام، انا متشكر ومصر كمان بتشكركم. كمان مش هننسى ومش عايزين ننسى ان احنا نوجه التحية لأرواح الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة وحتى من الشعب المصري كمان، اثناء مش هقول حتى في الثلاث سنين اللي فاتوا، على مر السنين كل التحية وكل التقدير لهم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نلحق بهم على خير ان شاء الله. كمان في مناسبة جميلة بعد ايام قليلة ان شاء الله، رمضان كريم، رمضان كريم، فكل عام وحضراتكم جميعا كل المصريين كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة هذا الشهر كل سنة وانتم طيبين، مش عارف هيبقى فيه صرف كتير في الشهر ده ولا هنحاول نظبط المسألة شوي، يا ريت نقدر يبقى شهر كله عمل وإصرار على العمل عشان خاطر بلدنا الحقيقة، عشان خاطر مصر. أنا كنا يعني بنتكلم على ان في تحديات كتير جدا موجودة في مصر وخارج مصر. في مصر احنا شايفين ان في تحديات اقتصادية وحتى تحديات امنية داخل وخارج مصر، وفي جهد كبير بيتبذل عشان نتجاوز ونتغلب على هذه التحديات. وهنا في تحية واجبة أو مستحقة للقوات المسلحة وللشرطة المدنية، في تحية واجبة للقوات المسلحة والشرطة المدنية، لأن هم بفضل الله طبعا عماد الأمن والاستقرار في مصر. والجيش المصري بصراحة هو مشكلة، مشكلة قدام أي حد هيحاول يقرب من مصر في الداخل والخارج. أنا بقول الكلام ده لأن الجيش المصري ده، الجيش ده هو الضمير الحر، الضمير الحر للوطنية المصرية. هقول كمان مرة، المؤسسة العسكرية في مصر تمثل الضمير الحر للوطنية المصرية. الجيش ده بتاع مصر مش بتاع حد، الجيش ده بتاع مصر مش بتاع حد، وعمره ما كان بتاع حد وهيفضل كده،
واحنا حريصين على ان هو يبقى كده، جيش مصر للمصريين. وانا بقول لهم، بقول للجيش وبقول للشرطة وكمان بقول للشعب المصري، مصر امانة في رقبتنا كلنا، مصر امانة في رقبتنا كلنا، اقول اكتر المنطقة كمان امانة في رقبتنا كلنا، المنطقة امانة، المنطقة العربية امانة في رقبتنا كلنا. واحنا ان شاء الله قادرين على حفظ الامانة، قادرين ان شاء الله على حفظ الامانة بوحدتنا، بتماسكنا، بتفهمنا، بنكران الذات، بالإيثار، كله عشان خاطر بلدنا ومستقبل بلدنا. مهم قوي ان افكر نفسي وافكر حضراتكم جميعا ان انا قلت ان انا هكون دايما معاكم، دايما هتكلم معاكم بشفافية وبصدق، وكمان ان شاء الله بأمانة، لان هي مسؤوليتنا كلنا، مش مسؤوليتي انا لوحدي. كان امبارح في نقاش حوالين موازنة مصر بتاعت العام 14-15، ولمدة 6 ساعات كان في نقاش مع السيد رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير التخطيط، ونخبة أخرى من الوزراء. وأنا بصراحة عايز أكلمكم بمنتهى الأمانة والصراحة. العرض اللي كان موجود واللي احنا قلنا، قلت أنا ما أقدرش أوافق عليه، وكان المفروض ان انا ما فيش كلمة انا مجهزها للموضوع ده دلوقتي، لكن انا بكلمكم لان دي مسؤولية دلوقتي، ومسؤولية الاجيال القادمة، الاجيال اللي احنا هنسيب لهم بلدنا. فلقيت في عجز للموازنة بيزيد، يعني المديونية بتاعتنا هتطلع لاكتر من 2 تريليون جنيه، عشان دي الموازنة اللي ممكن ما تعملش مشكلة مع الرأي العام في مصر، لأن الموقف السياسي من وجهة نظر الحكومة لا يتحمل. طب وبعدين؟ يعني كل سنة ما نجابهش تحدياتنا ومشاكلنا بجد لغاية البلد ما ينفع يعني؟ فانا قلت بصراحة انا هكلم الشعب المصري بكل وضوح كده، ال10 شهور اللي فاتوا عدوا، لان كان في اشقاء موجودين واقفين معانا، بس يا ترى احنا هنفضل كده ولا ايه؟ يعني هنفضل كده ولا ممكن نيجي على نفسنا شوية، ولا حتى شويتين؟ احنا بنحرج الناس، احنا بنحرج نفسنا وبنحرج الناس. انا عايز اقول لكم على حاجة، انا قلت للحكومة مش هقدر اصدق على كده، وكمان مفيش برلمان، بس انا ما قلت لهمش ان انا هكلمكم بصراحة. طب وانا ما اكلمكمش ليه يعني؟ وما اقول لكمش، ما اكلمش المصريين ليه يعني؟ واقول لهم ان احنا عندنا إجراءات محتاجين ناخدها، محتاجين نيجي على نفسنا شوية،
طيب حاضر. مساعد الكلية من فضلك نادي جنب السلاح لو سمحت. الكلية الحربية جنب سلاح. اللهم امين. ارجع تاني بقول، طب وانا مش هكلم المصريين ليه يعني؟ دول مصريين جدعان قوي ورجاله قوي، وحتى الستات بتاعتهم رجاله قوي. صحيح. فقلنا نراجع الموازنه ديت، لان انا ما اقدرش اتحمل اني اوافق عليها ويكون فيها هذا الحجم من العجز. عجز يعني ايه؟ عجز يعني سلف، عجز يعني سلف، يعني استلف والدين الداخلي والخارجي لمصر يطلع من 1.9 ولا 1.7 لاتنين تريليون ومئة مليار كمان، ودول بيبقى عايزين خدمات فوائد لهذا الدين، يعني عبء اكتر علينا. لا انا مش هقدر اوافق على كده. طب احنا محتاجين نعمل اجراءات. ده صعب قوي الكلام ده. ده انا قلت مرة قبل كده ان هذا الشعب لم يجد من يرفق به ويحنو عليه. ما اللي انت بتتكلم فيه ده بقى؟ ايوه انا عايز ارفق به واحنو عليه، وعايز اخلي بالي من ولادي اللي جايين نسيب لهم حاجة كويسة، واحنا كده مش هنسيب لهم حاجة كويسة. احنا لو فضل الدين يتزايد بالشكل ده مش هنسيب حاجة كويسة. انا قلت ان انا ما كنتش مجهز كلمة لحضراتكم، واتكلمت بمنتهى الصراحة معاكم، وانا بقول لينا جميعا. انا كان كلامي قبل الانتخابات ان احنا سنتين محتاجين نبذل فيهم جهد وناخد فيهم اجراءات، ثم بعد كده ننطلق بفضل الله سبحانه وتعالى. هينفع ان احنا نطالب بمطالب فئوية تاني؟ انا بصراحة عايز اقول لكم يعني اللي هيطالب ده مش واخد باله، اللي هيطالب ده مش واخد باله. البلد مش هتستحمل كده. وبصراحة برضو انا مش هقدر ألبي مطلب واحد فئوي، مش هيحصل. مفيش، مش مفيش عشان انا مش عايز، مش مفيش عشان الحكومة مش عايزة، لا، لان مش قادرين نلبي المطلب ده. مش عايز اخش في تفاصيل كتير لان الموضوع والكلام في الاجراءات والفلوس خطير وحساس قوي، فلازم نخلي بالنا منه. لكن انا بقول لكم بمنتهى الوضوح كده، لازم يبقى في تضحيات حقيقية من كل مصري ومصرية، من كل مصري ومصرية. انا باخد مرتب الحد الاقصى، وكان من ضمن التوجيه ان مفيش حد ابدا ياخد اكتر من الحد الاقصى، ومحدش هياخد اكتر من الحد الاقصى. انا بقول كده ليه؟ لان مش معقول ابدا. طب الحد الاقصى كام؟ 42. طب دول كتير علي، دول كتير علي. انا بقول قدامكم هنا هعمل حاجتين. المبلغ ده نصه مش هاخده، وانا لا اتفضل بيه على حد. النصه مش هاخده. طب كده؟ طب في حاجة تانية اقدر اعملها؟ نعم. نص ما امتلكه، نص ما امتلكه حتى اللي ورثته عن ابويا، انا هتنازل عنه عشان خاطر بلدنا.
ما هو لو كل واحد حط يعني حط بلده قدام عينيه، طب ومستعد يديها، يعني ده احنا عددنا كتير بره مصر، خارج مصر في ملايين من المصريين، وفي ملايين داخل مصر، وفي ناس معاها وتقدر تساعد. يا ترى لو عملنا حسابات متسيطر عليها بشكل جيد وبيشرف عليها، او انا بشرف عليها شخصيا الحقيقة، هل نقدر نجد من المصريين في الخارج والداخل اللي قادر بدون ضغط وبدون حرج يقدر يساهم ولا لا؟ انا اسف اني في المناسبة دي اتكلمت في الموضوع دوت، لكن انا لازم اتكلم معاكم يا مصريين واقول لكم انتم حطيتوا الأمانة في رقبتي، وأنا كنت دايما أقول الأمانة بقت في رقبتنا كلنا، وعشان كده احنا هنبقى محتاجين ناخد إجراءات عشان نحل بيها المسألة ديت. وبقول لكل مصري وكل مصرية من فضلك ساعدوني أنا، أيوة ساعدوا مصر بالتأكيد، ومش هزود عن كده. ومرة تانية أنا شكري للجميع، كل الناس، كل المصريين. الوقت ده وقت التكاتف، الوقت ده وقت التكاتف، وقت الوحدة، وقت مصلحة الوطن. وأنا متأكد بفضل الله سبحانه وتعالى، وانا بقول له يا رب يعني ظروفنا صعبة، وحضرتك تساعدنا يا رب، حضرتك تساعدنا. اخر كلمة هقولها لحضراتكم، خلي بالكم لما ربنا هيساعدنا دي حكاية تانية خالص. ده ربنا بقى، وهو قادر ان شاء الله. اخر كلمة هتكلم فيها عن احكام القضاء. حصل نقاش كتير امبارح على الاحكام اللي صدرت من القضاء. اول اتصال بيني وبين السيد وزير العدل أثناء مجلس الوزراء، قلت له لن نتدخل في أحكام القضاء. ثم بيبقى في اتصال الساعة 7، خلي بالكم، مع السادة الوزراء كل يوم عشان نطمن على الأمور ماشية ازاي. أنا عملت اتصال بوزير العدل كلمة واحدة قلتها له، قلت له لن نتدخل في شؤون القضاء، لأن القضاء المصري قضاء مستقل وشامخ. مؤسسات الدولة محدش يقرب منها، مؤسسات الدولة محدش يقرب منها ويتكلم ولا يعلق عليها. إذا كنا بننشد بجد دولة مؤسسات بجد، يبقى لازم نحترم أحكام القضاء ولا نعلق عليها، حتى لو الآخرين ما تفهموش الأحكام ديت. مرة تانية أنا بشكركم جميعا، وبطلب مساعدتكم لبلدكم مصر، وكل سنة وحضراتكم جميعا بخير وسلام.
كل سنة وانتم بخير وسلام. شكرا جزيلا، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.